اليوم معروفة قدم الريح ثم قدم قافلة قافلة لم تتوقف من هؤلاء الأبطال الأحرار من هذا الجيش من هذا الجيش العرعمة من هذا الجيش الطويل الكبير من هذا الجيش الذي يمثل كل القوى اللبنانية اللبنانية الوطنية دفاعا عن الأمة العربية وليس دفاعا عن مكسب للوزارة أو مكسب للفرقان. يكفي أن أتذكر ما كنتم تقولونه ولا زلتم تقولونه أنتم فتحتوا لنا حقوقكم قبل أن تفتحوا لنا دوركم وهذا في حد ذاته يعني الكثير والكثير يعني الكثير يعطي للأمة العربية الأنسولة الأنسولة الحية ثم يعطي للأمة العربية يعطي للأمة العربية المثل والقدوة وثم يعطي مرة أخرى وشيئا أهم إلى هذا السبب المتآخر